أي ممتلئة البطون. هذا حديث عمر بن الخطاب من بني عدي من قريش، وبنو عدي إحدى قبائل قريش العديدة، فمنهم بنو هاشم وهم أشرفهم، ومنهم بنو عبد الدار، ومنهم حجبة البيت من بني شيبة ويقال لهم الشيبي، ومنهم بنو مخزوم رهط أم سلمة رضي الله عنها وقوم أبي جهل، ومنهم بنو سهم رهط عمرو بن العاص السهمي، ومنهم بنو جمح، ومنهم بنو تيم رهط أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، ومنهم بنو عبد العزى، ومنهم بنو زهرة رهط حكيم بن حزام وخديجة بن خويلد رضي الله عن الجميع، ومنهم بنو أمية وهم بنو أمية ابن عبد مناف ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، ومنهم بنو نوفل ابن عبد مناف رهط الجبير ابن مطعم ابن عدي رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء بطون قريش الشهيرة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني عدي، ولهذا قال لابنه عبد الله لما طعن وكان عليه دينا، وكان عليه دين يقدر بثمانين أو بضع وثمانين ألف درهم، قال انظر في مالي آل الخطاب فإن وفى به يا عبد الله، وإلا فانظر في مال بني عدي ولا تعدهم إلى غيرهم. وهو الخليفة الثاني والعم والرجل الصالح الملهم المحدث ثاني اثنين في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فضائله ومناقبه لما تنقطع المجالس في تعدادها. اللهم ارض عنه وأرضه واجمعنا به في دار الرضوان. قال عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله. هذه لو تسمى حرف الامتناع لوجود، لو توكلتم على الله حق توكله جاء الجواب لرزقكم كما يرزق الطير تغدو أي تروح في الصباح تذهب وهي خماص بطونها فارغة، وتروح في آخر النهار أي ترجع إلى أوكارها وهي بطان شباع. من رزقها؟ من توكلت عليه وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصل التوكل في هذا الباب باب الرزق، وجمع فيه معوله، ففي أصله أن التوكل هو على الله باعتماد القلب في حصول المطلوب ومنه الرزق، وفيه السعي في طلبه، إذ هذه الطير تغدو وتروح، والغدو والرواح هو سعي في طلب الرزق. ومن كلام الناس الذي هو خبرة هذا الواقع قولهم للكسول تحرك ترزق، أي تسبب في طلب الرزق فترزق. وهذه من فهمها عفاه الله مما ابتلى به أهل البدع، فمن أهل البدع وهم الصوفية عندهم أن الرزق بمحض التوكل من دون عمل السبب، وأهل الدنيا عندهم عمل السبب غالب وراجح على التوكل، وأهل الكفر لا توكل عندهم، وإنما هو لهث وجري وركض وراء
الدنيا يظن أنه بمقدار ركضه وجريه ولهثه يدرك ما يدرك من الدنيا، وأهل الإيمان عندهم التوسط، فالتوكل عبادة قلبية مبناها على اعتماد وتفويض الأمر إلى الله. فهذا المزارع يبذل السبب فيحرث الأرض ثم يبذرها ثم يجري الماء عليها ثم يتابعها ويتكل على الله في حصول الثمر. كذلك طالب الولد يبذل السبب، وكذلك طالب الرزق، بل طالب الجنة يبذل سببها بالعمل وأعظمه الإيمان، بل هو أساسه وأسه. وطالب النجاة من النار يبذل سبب ذلك. ولهذا يظل في هذا المعنى من قل علمه وضاق فهمه وقصر نظره فظن أن فعل السبب يعارض التوكل، أو أن التوكل يتنافى مع فعل السبب. وفي حديث عمران أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناقتي أعقلها أم أتكل؟ ما معنى أعقلها؟ ها؟ وش يربط؟ اصبروا يا جماعة، ها يا محمد، يربطها منين؟ من ذيلها ولا من خشمها؟ من رقبتها؟ هذه ما هي بقرة يا محمد، هذه ناقة. ها؟ ما العقل؟ العقل ربط اليد، سواء وهي باركة كما في الرحول أو وهي قائمة في يدها اليسرى عند نحرها. ومن هذا العقل ما يسمى عندهم بالقيد، بقيد اليدين سويا أو الرجلين سويا، ويسميه البدو بالهجار، أو ربط اليد مع الرجل للفحل ليمشي لكن ما يضرب، لا بغى يضرب طاح، وتربط اليد مع الرجل لتكون الخطوة أوسع قليلا. قال: ناقتي أعقلها أم أتكل على الله في حفظها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها واتكل، ابذل السبب وفوض حصول أمنها وحفظها على الله جل وعلا. نعم. وعن أبي عمارة البراء بن عازم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة. فإنك إن مت من ليلتك، نعم، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء رضي الله عنهم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث أبي عمارة، وهو البراء ابن مالك ابن الحارث ابن الخزرج الأنصاري رضي الله عنهما، فإنه صحابي وأبوه صحابي. وقد ولد البراء ابن مالك وين؟ ها؟ وين؟ لا، ولد في مكة، ولد في مكة، وهو رضي الله عنه من الخزرج. ولهذا
الأنصاري لا يشترط أن يكون ولد في المدينة، كما أن السور منها مكي ومنها مدني. ما المكي؟ ما نزل قبل الهجرة. لو قلنا ما نزل في مكة، نزلت آيات في الحج، وش تغدي؟ مكية. هل تغدو مكية أو مدنية؟ ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني، وإن نزل في مكة، وإن نزل في مكة. قال أبو البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، والمخاطب هو، ولكنهم رضي الله عنهم لا يذكرون أنفسهم، يتباعدون عن الثناء والتزكية. إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، وهذا على جهة الاستحباب، وكن على شقك الأيمن، وهذا الأمر على جهة الاستحباب، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك. هذا الشاهد منه للباب في تفويض الأمر إلى الله يقينا به وتوكل عليه، وأسلمت نفسي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، والفطرة يعني على التوحيد والإيمان، فإن الله فطر عباده على فطرة الإيمان، كما في آية ألف لام ميم الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ففيه تفويض الأمر إلى الله، وجعل اللسان دليلا على ما قام في القلب والجنان، اعترافا لله بهذا. نعم. عفى الله عنك. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه. وش بعد غالب؟ بعد غالب فهر، وهو قريش على المشهور، هو الذي لقب بقريش. نعم. رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. اللهم ارض عنهم. لماذا نسب النووي ها هنا أبا بكر إلى قريش؟ لأنه أول ذكر يأتي لحديث أبي بكر، فأراد أن يعرفكم أهل الإسلام من هو أبو بكر، فنسبه إلى قريش، وهو من بني تيم، فهو أبو بكر، وغلبت كنيته على اسمه، واسمه عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن سعد ابن كعب ابن سعد، من بني تيم من قريش، ويقال له التيمي وليس التميمي، وإنما التيمي نسبة إلى تيمي قريش، وكان من أشراف العرب قبل الإسلام، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد دين الله الإسلام، تبونه أفضل من أتباع موسى وأتباع عيسى. وش دليلكم؟ القرآن. وين القرآن؟ ذكره في القرآن. وين ذكره؟ يا محمد، اي بس ما يدل على انه افضل من اتباع موسى. وين خير امه في الايه؟ يلا
ولهذا مهم أن تعرف الاستدلال من الدليل. أين الدليل على أن أبا بكر هو خير أتباع الأنبياء؟ طيب، هل فيها دليل على أنه أفضل من أتباع نوح وأتباع عيسى وموسى؟ عرفتم وجه ال ها؟ خلوكم معنا يا أخواني، أبجاوبكم، أنا ما أفرتكم إلا بجاوبكم، لكن العجلة ما تخلي راعية. أي نعم، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ طيب، وصحابته أفضل من الأنبياء بعد؟ ها؟ يكون أفضل أتباع الأنبياء؟ ما الدليل؟ ها؟ في جواب؟ أصبر نعم. ها؟ خير أمة؟ أي ها؟ ما يخالف، هذه تدل على فضل أبي بكر. أنا أبي دليلكم على أنه أفضل أتباع الأنبياء. لا تدخل عباس في دباس، يزعل دباس من عباس. أسأل عن سؤال تحطوه في جيش ثاني. وش سؤالي أنا؟ ما هو سؤالي لكم؟ ما الدليل على أن أبا بكر أفضل أتباع الأنبياء كما قلتم؟ ها؟ أي نعم، الدليل على ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس بعد رسول الله. حطوا خط تحت الناس، أفضل الناس بعد من؟ بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. الناس من هم؟ جميع بني آدم، خرج منهم الأنبياء، فلا يلحقهم أبو بكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت ولا أظلت الغبراء أحدا أفضل من أبي بكر. فهذا دليل على أنه أفضل أتباع الأنبياء رضي الله عنه. هو صحابي وأمه صحابية وأبوه صحابي، وقد أسلم أبوه في كبره، فإنه في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: هم أبو بكر أن يهاجر إلى الحبشة فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اصبر يا أبا بكر، فلعلنا أن نؤمر بالهجرة فنهاجر سويا. فتأخر أبو بكر. تقول أسماء رضي الله عنها: فطرقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القائلة. وش القائلة؟ في حمة الحر، والناس في حمة الحر وش يدورون؟ المكن والظلال. في ساعة لم يكن يطرقنا فيها رسول الله. فقال: أثم أبو بكر؟ قلنا: هو قائل. قال: أيقظوه. فأيقظناه وقلنا: إن رسول الله ها هنا. فقام منتفضا فقال: والله ما جاء برسول الله في هذه الساعة إلا أمر جلل. فخرج إليه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فتلفت عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا بكر، أثم أحد هنا؟ قال: ما ثم إلا أهلك. وش معناها؟ حنا مثل أهلك ولا شك. فأحب الناس إليه أبو بكر، وهذا بنص حديثه لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة: قال من الرجال؟ قال أبوها. وأهلك لأنه زوجها، لأن أبا بكر زوج رسول الله من؟ عائشة، ولم يبني بها بعد. زوجها أي ملكها إياه، ولها كم؟ 6 سنين.
ست ودخل بها وهي بنت تسع، فقال يا أبا بكر إني أمرت بالهجرة مباشرة. قال الصديق الصحبة يا رسول الله. أمور خمسة علائق الناس بها لم يلتفت لها، لم يلتفت إلى أهله يعني زوجه، ولا إلى ولده، وحب الولد وشو يا أخواني عليه يستن بالقلب مجبنة مبخلة. لم يلتفت إلى والديه، لم يلتفت إلى ماله وكان من أغنى الناس، لم يلتفت إلى الخامس ها وطنه، والخروج من الوطن قرنه الله جل وعلا وجعله كالقتل لشدة تعلق الإنسان بوطنه الذي استوطنه أو نشأ فيه. فقال جل وعلا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من أين؟ من دياركم، أي من أوطانكم، ما فعلوه إلا قليلا. ولهذا الهجرة فضلها عظيم، تغادر شيئا وبلدا تعلق حبه بعلائق قلبك مباشرة. الصديق قال الصحبة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. واشتاقون هالبشارة بلغت في أبي بكر، فرح بها هذا الفرح، قال دعني يا رسول الله فليهيئ أمر سفرنا. فهيئ الرواحل، اختار راحلتين نشيطتين حمراوين، وناقته التي هاجر عليها اسمها العظبة، وجعلها مع الدليل الخريت وهو عبد الله بن أريقط الليثي. فكان ما كان إلى أن دخل الغار. أي غار؟ ها؟ غار حراء ولا فور ولا غار جبل فور؟ حراء الذي كان يتعبد به قبل البعثة عليه الصلاة والسلام، وهو في جبل النور عن مكة شرق. لكن جبل فور الآن في سفحه حي الهجرة، وفي قفاه من جنوب بطحاء قريش. فكنوا في الغار ثلاثة أيام، وكان عامر ابن فهيرة يرعى غنيمات لأبي بكر، ويأمرها أن يأتي بها يرعاها أسفل الجبل حتى تعمي الغنم أثر أقدامهم. فإذا غربت الشمس حلب عامر غنيماته، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فشرب، وجاءتهم أسماء بنطاق تستتر بها، والنطاق الثاني تلف به إيش؟ طعامهما حتى لا يراه أهل مكة. ويهدف عليهما ليلا عبد الله بن أبي بكر، لما يخبرهم الخبر، ما عندهم واتساب تجيهم المعلومات، إنما يأتيهم بأخبار أخبار الناس. وحرص قريش حرص عظيم، حتى إنهم تبعوا إلى أن وقفوا على الغار. فقال أبو بكر رضي الله عنه بعدما ذهبوا يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع رجليه أو قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما سمعتم في الحديث، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ دل على اليقين. يقين من بمن؟ يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله، وهو الذي علمه الصديق. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ما معهم ثالث، إذ هما في الغار. أي غار؟ غار جبل فور. والله ما الشرف لها الغار اللي ذكرها الله عز وجل في آية براءة. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، من القائل ومن المقول له؟ القائل هو نبينا عليه الصلاة والسلام، والمقول له أبو بكر
لما قال أبو بكر لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا يا رسول الله، والرسول مطمئن ساكن من جراء صدق اعتماده وتوكله ويقينه بالله. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فالحزن هنا بمعنى الخوف، ومنه في الحلم الشيطاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم: إنه من الشيطان ليحزن من الذين آمنوا أن يخوفهم ويرجفهم، لا تحزن إن الله معنا. ولهذا هذه المعية هي المعية الخاصة، وهي قدر زائد على المعية العامة لله مع خلقه بعلمه. والمعية الخاصة تقتضي التأييد والحفظ والاطلاع، فلا يأتيهما سوء والله معهما. ومثله قوله جل وعلا لموسى وهارون عليهما وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى. ومن فضل الله علينا أن هذه المعية لم تخص الأنبياء فقط، بل شملت معهم أهل التوحيد والإيمان. ففي آخر سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين، فهذه خصيصة اطلبها أيها الموفق واحرص عليها، ليكون الله معك في الدنيا معية خاصة، فعندئذ فأبشر بالسعادة التي لا شقاء معها. تقول أسماء: فانقطعت الأخبار، أي بعد الأيام الثلاثة، ما ندري أين وجه النبي عليه الصلاة والسلام، هل وجه شمالا أو جنوبا أو شرقا جهة نجد أو غربا جهة البحر ثم إلى الحبشة، حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته بخيمتي أم معبد السلمية، وكان الزمان دهرا ولم يكن في رف بيتها إلا شاة عجفاء، فقالت: والله يا معاشر الضيوف ما عندنا ما نقريكم، والدهر كما ترون. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: استدني لنا هذه الشاة. قالت في نفسها: وما يصنع بها وهي عجفة ما فيها شيء، لا لحم ولا شحم. فقال: ائتيني بالقدح. فازداد تعجبها واستغرابها، فاستدنت الشاة ثم استدنت القدح، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الشاة وضرعها وقرأ. تقول أم معبد: فرأيت الضرع ينتفخ، حتى حلب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة حتى ملأ القدح. وش القدح؟ ما هو بكاس، عندهم غبارة كالزمان يجيبونه من الصين تبونهن، قدح غالبا من خشب ولا من حصى، يشبه الطاسة والسحله، فملأها حتى حلبها حتى ملأها، فأسقى صاحبيه. من صاحباه؟ أبو بكر والدليل الخريت أي الدلولة، وهو عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان مشركا وقتها. فشرب حتى ارتويا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم باقي ما في القدح، ثم حلبه مرة ثانية فأجلسه. هذا وش اسمه؟ اسمه الوفاء. يا أهل الوفاء، في زمان قلت فيه المروءة والوفاء. تقول أسمى: ما لي وين وجه؟ وهي أسمى أسن من عائشة، حتى سمعنا صارخا، وهو رئي من الجن ينشد، يسمعون الصوت ولا يرون صاحبه، والناس يتبعونه يلحقونه. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد. ترى كل من آمن بالرسول هو رفيقه يا أخواني،
فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤدد، سلوا أختكم عن شائها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهذا دليل على اليقين الذي من ثمراته كمال التوكل وصدقه على الله فلا يخاف من أحد. وفي الطريق لحقهما سراقه بن مالك بن جعشم، أبو بكر قلق مرة أمام النبي ومرة خلفه ومرة يمينه ومرة يساره، ليه؟ يخشى أن يؤتى من هكا الجهات. يقول سراقة فأقبلت ورسول الله يقرأ القرآن، يمشي يقرأ القرآن، لم يخف كما خاف أبو بكر لأثر هذا اليقين بالله عز وجل وهذا التوكل. نسأل الله أن يرزقنا ذلك بمنه وكرمه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. هذا من حسن انتقائي وصنيع النووي، فإنه ذكر الحديث وذكر راويه وذكر من خرجه وحكم عليه. فعن أم سلمة وهي أم المؤمنين السيدة العاقلة، شو اسمها؟ هند بنت أبي أمية، واسمه حذيفة المخزومية من بني مخزوم. وأم سلمة كانت مع أبي سلمة وهاجرت الهجرة الأولى إلى أين؟ إلى الحبشة لها. ثم قدمت مهاجرة إلى المدينة مع أبي سلمة. ومات أبو سلمة من أوائل من مات من المهاجرين في المدينة. سؤال، من اللي بيجاوب؟ نعطيه جائزة. أسألك أنت، ها؟ ترك جبل ما شاء الله تحمل كلش. من أول من مات من المهاجرين في المدينة ودفن في البقيع؟ أو مجذوب غرس من بينتعه؟ لا، من أوائل أبو سلمة. أول من مات، لأن فيها لطيفة، ذي فيها لطيفة يعني نكتة علمية. أول من مات من المهاجرين في المدينة ودفن في البقيع عثمان بن مضعون، فدفنه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع عند رأسه حصاة حجرا. قال: لما يا رسول الله؟ قال: لكي أعرفه فأزوره وأدفن إليه أو أدفن عنده أهلي. إذن فيه جواز واستحباب زيارة المخصوص في قبره، وضحت؟ لأن حصل تشبيه والتباس أنه لا يزار قبر المخصوص، إنما الزيارة لعموم المقابر. لا، أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. من أوائل من مات أبو سلمة، وقد مات وترك صبية سلمة صغير وعمر وأختهم. فعز النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأمرها أن تقول إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. من قالها فإن الله يؤجره ويخلف له خيرا من مصيبته. قالت أم سلمة: فقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة؟ حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذرت بعذرين، ما هما؟
ما شاء الله عند الخطبة يطلع رجال. ها؟ اعتذرت بعذرين، بالغيرة وبالولد صبيتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أما غيرتك فأدعو الله أن يخففها. لابد عند الحريم من الغيرة، لكنك أنت أيها الحاذق، ترى ما حتي الغشيم، أيها الحاذق كيف تتعامل مع هذه الفورة من الغيرة؟ وأما صبيتك فهم صبية لي. فنكحت النبي عليه الصلاة والسلام، والله العز والشرف. في عام الحديبية، متى الحديبية أيها الإخوة؟ في السنة الثالثة، الثالثة غزوة أحد، سام الثامنة، الثامنة فتح مكة، الله يخلف عليكم، خلاص صارت شختك بختك الحين. كان الرابعة غزوة الرقاع، أمس تأكيد كانت في ذي القعدة من السنة السادسة، وفيها ما كان من أمر الحديبية وأمر الصلح. في نهايتها قال صلى الله عليه وبيعة الرضوان لا ننساها، لما كان الأمر كذلك الصحابة محرمون، هم حول 1700 رضي الله عنهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا شعورهم، وأن من ساق منهم الهدي أن ينحره. لم يمتثلوا مباشرة، تلكأوا. ليه؟ لأنه أمر لم يكونوا يعرفونه. فوجد في نفسه عليه الصلاة والسلام واغتم، فدخل على أم سلمة خباءه، فقالت رضي الله عنها وهي العاقلة النبيهة: يا رسول الله، ما لي أرى وجهك متغيرا. قال: يا أم سلمة، أصحابي أمرتهم أن يحلوا فلم يمتثلوا. صلى الله عليه وسلم جاك الرأي، فأعطته رأيها رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إنه أمر لم يعرفوه. تعتذر لهم رضي الله عنها، ما قالت فيهم واللي فيهم وسووا واللي ما سووا. ترى بعض الحريم عتارب، ولا يا أخواني، شوف الرأي: إنه أمر لم يعهدوه، فاخرج يا رسول الله ولا تلوي على أحد، لا تلتفت لأحد، واحلق رأسك وانظر ما يصنع القوم. أخذ النبي برأيها فخرج، وقد سلاه قبل ذلك قولها، حتى الرجل مهما بلغ في علمه ودينه وعقله يحتاج إلى السكن. يا أخواني، انظروا إلى أثر هذا القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنا في القرن الخامس عشر أثر فينا، فكيف برسول الله في وقته؟ وقد لاقى من عناء قريش ما لاقى، حتى في المعاهدة خرج ولم يلوي على أحد، فدعا بالحلاق فحلق رأسه، فتزاحم الصحابة على حلق رؤوسهم حتى كادوا أن يفتتنوا، لأنه امتثلوا بفعله، حيث فعله هنا أبلغ من قوله الذي لم يألفه. فهي امرأة عاقلة تقول رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، والشاهد منه توكلت على الله. فهذا ذكر عظيم في خروجك من بيتك إلى أي جهة، حتى لو خرجت لتفتح الباب ثم تخرج، دعاء عظيم لو لم يأتك من خيره وفضله إلا أنك تعلق عيادتك وعبادتك بالله دعاء وعيادة.
وهذا الحديث صحيح كما ذكر النووي، رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي وغيرهم، ويؤيده حديث أنس. نختم به الباب، ها؟ نعم إن شاء الله. طولنا عليكم، تحملون هالحديث ونختم الباب إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. عن أنس رضي الله عنه قال وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي. خلنا على حديث أنس الثاني نكمله بعد هذا. حديث أنس ذلك الأول رضي الله عنه يؤيد حديث أم سلمة في ذكر آخر، فيجمع بينهما الخارج من بيته. من قال حينما يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمات ثلاثة مختصرة: توكلت على الله، وهذا الشاهد منه في فضل التوكل على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا قيل له هديت ووقيت وكفيت. جاءتك هذه الثلاث المنافع العظيمة: هديت من الهداية ضد الغواية والضلالة، ووقيت من الوقاية وقاك الله، وكفيت كفيت الشر. إلا ما كان من محض القضاء والقدر، فإنه يدركك لا محالة. فما بالكم بمن هدي ووقي وكفي. ولهذا في اللفظ الآخر أن الشيطان يقول لي شيطان آخر، تبينه شياطين الإنس ولا الجن؟ شياطين الجن المضلة المغوية، ومنهم الموسوسة والمؤذية. يقول له: كيف لك برجل قد هدي ووقي وكفي؟ وشياطين الإنس تبع لشياطين الجن. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاء؟ والله جل وعلا يقول: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي مزوقات الأقوال لتغر أهلها، تخدعهم وترديهم، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهذان ذكران عظيمان، احفظوهما واعملوا بها وعلموها غيركم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. والترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم: يحترف ويكتسب ويتسبب. هذا حديث أنس، وهو من بني من؟ من بني النجار. من أين؟ من الخزرج، من الأنصار رضي الله عنهم. مر التنبيه على شيء من فضله ومناقبه. قال: كان رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخوان، وكان أحدهما يأتي رسول الله. وش يأتي يسوي؟ يتعلم، يكتسب خيرا وعلما. والآخر يكتسب، يحترف، أي عنده مهنة يكتسب فيها. فشكى المحترف أخاه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكتسب معي ويأتي إليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن ما يكون الجواب وأدله وأجمله، قال: لعلك ترزق به. ترزق أي بسببه، قمت عليه وهو يتعلم، فيعلمك ما يتعلم وأنت تقوم بالاكتساب. فلعلك ولعلها هنا ليست بمعنى الترجي، وإنما بمعنى الحصول والوقوع. ترزق به أي بسببه، أن الله جل وعلا يهيئ لكما الرزق ويهيئ لكما
الغنى بسبب أنك تقوم على أخيك الذي يتعلم ويحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام لأجل العلم. وفيه فضل العلم وطلبه والسعي في تحصيله وإن تصاحب معه نقص في الدنيا، لأن العلم لو أعطيته كلك ما أعطاك إلا بعضه، فإن أعطيته بعضك ما هنا إلا شيء حذري من يا الله تحصلها. من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، طالب مال. ففيه فضل التوكل. وختم به رحمه الله هذا الباب، باب اليقين والتوكل، والحديث رواه أبو داود على شرط مسلم كما ذكر النووي، فهو حديث صحيح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نعم سم. نعم أن أضل، نعم أن أضل أم أكون سببا في إضلال أحد، أو أضل أي يضلني أحد، أو أزل أنا في نفسي إني أزل أقع في الزلل، أو أزل أزل نفسي وغيري، أو أزل زل من غيري. نعم أو أظلم أن أقع في الظلم نفسي أو غيري، أو أظلم يظلمني غيري. والظلم تراها وحرا في الكبد، أو أظلم أو أظلم أو أجهل، والجهل اسم جنس لكل قول وفعل سيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه، أو أجهل أو يجهل علي. فهذه الدعوات جامعة، وحنا نضيعهن يا أخوان بغفلاتنا. عيالك الله يصلحهم. آمين. سم. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر الخليل. ها. إيه. نعم. لو كنت متخذا، يقول عليه الصلاة والسلام، من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، فإن صاحبكم يعني نفسه خليل الرحمن. والخليل ما يجتمع في قلبه إلا حب واحد. لما حصل من إبراهيم حب مفرط لإسماعيل، حتى يزوره منين؟ من بيت المقدس إلى مكة ويرجع، اختبره الله به في هذا الرؤية، فأسلم وتله للجبين، قدم خلة الله على كل محبة. اللهم صلي وسلم عليهم. سم. هذا الثالث هو الأخير. نعم. أي نعم نفسرها يعني، يعني لا والله التفسير ترى تايد، لكن بعطيك معنى على الخاطر. جعل الله عز وجل لكل نبي من أنبيائه أعداء، ظاهرة عداوتهم، بادٍ حقدهم وشرهم وأذاهم من شياطين الإنس وشياطين الجن. نأتي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن شياطين الإنس الذين عادوه أشد المعادات عمه عبد العزى ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أبو لهب، هذا من ألد أعدائه. من أعدائه من شياطين الإنس أبو جهل الحكم بن عمرو بن هشام، من أعدائه أمية وأخوه أبي بن خلف، هذا من شياطين الإنس. أم شياطين الجن أكثرهم كثرة. ولما رأى إنسان الشعب يفتي الناس ولا عنده علم عظيم، كل من سأله أفتاه وعلمه، فقال: يا عامر بن شراحيل، أي الإنس والجن أكثر؟ أي الإنس والجن أكثر؟
قال إن كنت مع الجن فهم أكثر، وإن كنت مع الإنس فهم أكثر. سأله آخر ما اسم زوجة إبليس؟ قال ذاك الرسول لم نحضره، فهم كثير، أعداءنا من الجن كثيرون وأصحابنا من الملائكة كثيرون، فيا حظ من كان إلى الملائكة أليق وعن الجن والشياطين أبعد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.